السلام عليكم البنات، معكم فاطمة تافينيس. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم في فيديو جديد، نصايب معكم ان شاء الله الرايب، واحد الرايب اللي كيجي زوين بزاف واقتصادي البنات. بسم الله نقول لكم المقادير ديالو. عندي هنا طرو ديال الحليب، عندي واحد الساشي فاني، واحد دانون ديال الفانيا البنات، جوج معالق ديال السنيدة. بسم الله نصايبو معاكم. هذا الرايب هذا البنات راه كيجي ساهل في التحضير واقتصادي بزاف وكيجي زوين كما قلت لكم. بسم الله غادي نديرو نص فطرة الحليب هنايا. غنغليها البنات ونرجع لكم ان شاء الله باش نكمل عليه التحضير. هاني غليته يا البنات كما كتشوفوا. غادي نزيد دابا نص سترو لاخر. بسم الله غادي نزيدو عليها البنات. وغندير الفاني جوج معالق كبار ديال سنيدة سكر سنيدة البنات، نديرو على حسب القياس اللي تبغيو. انا ما كنكثرش بزاف سنيدة، المهم جوج معالق يكونوا عامرين. وغنحركو شويه وغنزيد دانون البنات. وغنخلط البنات بهاد الشكل هذا، نخلطو مزيان. كنخلطو مزيان البنات حتى تذوب لينا السنيدة ديالنا. وغنديرو في الكيسان. غادي نديرو في الكيسان. بسم الله نديرو في الكيسان البنات، ولا الجباب الصغار، ولا المهم فاش ما درتو راه كيجي زوين. راه كيجي البنات بحال اللي كيتباع، كيجي زوين بزاف وسهل كما قلت لكم واقتصادي. غادي نزيد مازال هاد الكاس الصغير. هذا هو القياس اللي عطاني البنات، خمسة الكيسان كبار بحال اللي كيتباعوني في الحلابات،
وواحد الكاس صغير كما كتشوفوا. وعندي هنا الكوكوط درت فيها الماء سخون، كاع ما يكون غليان بزاف مع دابا سخون الحال دغيا كيتصايب معاها. وغنحط في هاد الكوكوط نحط فيها الكيسان بحال هاد الشكل هذا. المهم الماء يوصل ليا الربع ديال الكاس بحال هكا البنات، نصفهم بالقياس. بلا ما نحتاجو نغطيوها البنات ولا المهم كنسدو الكوكوط صافي كنخليوها. نخليوها يا البنات ليله كامله. دابا انا صيبتو بالليل، غدا ان شاء الله غادي نلقى واجد ونرجع لكم. كما قلت لكم بلا ما نغطيوه ما والو، كنسدو الكوكوط بهذا الشكل هذا وكنخليوها حتى لغدا ان شاء الله. انا رجعت لكم البنات باش نشوفوا الرايب ديالنا بعد ما خليتو ليله كامله. بسم الله. هاد تاع البنات شفتو، دابا غادي ندخل الثلاجة باش يبرد باش يزيد يعفى هاد البنات في الثلاجة. شوف البنات راه مقاد تبارك الله، شفتو خصو غير يبرد. غادي نغطيه بالسلوفان البنات من الفوق وغندخلو الثلاجة ان شاء الله يبرد ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل ديالو النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرايب ديالنا البنات بعد ما خرجته من الثلاجة. بسم الله. شتو البنات راه تبارك الله كيجي زوين، شتو عاقد وزوين بزاف البنات واقتصادي كما قلت لكم. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينجح معكم وتقولوا عليا في التعليق ديالكم زوينين. شوف وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى التشجيع ديالكم ليا. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم. بسم الله بلاتي تشوفوا معايا البنات، شتو البنات تبارك الله، شتو شحال عاقد وشحال زوين كما كتشوفوا معايا. شفتو راه كيجي زوين بزاف البنات كما قلت لكم. نتمنى تجربوه وينجح معكم وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.